السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا وسهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، إن شاء الله تعودوا بألف خير. إذا من فضلكم حاولوا تشاركوا الرابط. إذا حاولوا من فضلكم تشاركوا وتكبسوا. كبسوا من فضلكم، كبسوا كبسوا تكبيسا. إذن نفتح إن شاء الله باب المداخلات دائما بخصوص موضوع الصحراء الغربية. وطو أحمد تحياتي. إذن ياس، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. خويا انا مغربي ساكن في المانيا، مرحبا وسهلا، سماك الله. وبغيت نسولك الى جات على خاطرك. سماك الله بعد، سماك الله. انا سميتني الياس. إلياس، تفضل. خويا عندي جوج اسئله، ماشي مشكل. ما أنا ما لا أفهم، إحنا طارحين سؤال وجونا الناس يقولون إحنا بغينا نطرحوا الأسئلة. أنا بنفسي ما فهمت. انا هو اخويا شوف، إحنا فاتحين لايف باش نطرحوا فيه الأسئلة على الناس، وجونا واحدين يقولون انا مغربي بغيت نطرح سؤال. هو من حق، جاوبنا بعد، جاوبنا على السؤال هذا، جاوبنا على السؤال اللي عندنا. خليني هو بعد تجاوبني انا شنو غنقول لك، وديك الساعه نجاوبك. ولكن جاوبنا على السؤال من بعد انت اطرح اسئلتك. اذا عاد عندك شيء اسئله مرحبا بيها وسهلا، ولكن على الاقل جاوبنا على السؤال. انت يا اخويا منين انت كتدافع على الصحراء وكتدافع على الصحراء كل ما تقول انت الصحراء؟ هو شفت، انا بغيت نطرح السؤال. هو احنا سؤال مش كله جاوبنا عليه. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شي مزيان، بخير خويا. ما سمعتش السؤال ديالك، ممكن اعادة السؤال؟ عرفنا بنفسك من فضلك. مرحبا. عزيز مالك، مغربي من اسبانيا. اسبانيا، اسمع سؤالنا. هو اللي يقول الصحراء المغربية قرن 75، اعطينا باش، اعطينا باش. لكان ممكن تبعد، راه عندك ليكو ولا شي. وي، كاين عندي صداع شي شويه. غادي عندك تسمح لي؟ كاين صداع، صداع شي شويه. ليكو. وي، غادي تسمح لي اخو سي محمد؟ مرة أخرى عندي صداع أنا. اوكي إن شاء الله. اوكي شكرا. نعم. العفو. اي فعلا الصوت يتكرر. شكرا، كبسوا من فضلكم. محمد نونت، دائما عرفونا بهم. يا محمد. وعليكم السلام ورحمة الله محمد. تعالى وبركاته. محمد كيف كان يا محمد؟ من الحمد المغرب. لله، مرحبا وسهلا. من منين؟ من المغرب. من مكناس. عين ما نفهموا فيك مكناس. اخويا محمد، عين ما نفهموا فيك، الصحراء مغربيه ماشي غربيه. عين ما ولكن نفهموا باش، فيك، عين ما نهضروا ولكن فيك، باش عين ما نقولوا في حاجه، ونقول باش لك من باش المنبر باش باش الله يلعن باش طب ومك الكلب فيما كنت تاكل. صافا. غار غار يا محمد. السب، السب يدل على انه الصحراء غربيه، لانه لو كانت مغربيه لا هي تكون انها مغربيه بكذا وكذا وكذا. اما هذا السب اللي سبيته، راه لا يرجع لوالديك فقط، لا يرجع سيئات لوالديك فقط. ما احنا راه ما ولا يخسر علينا شيء، وهايك الصحراء ما ولا يقلبها لك مغربي فقط. ماشي، الله ينعال، الله ينعال. اش تربيه الشوارع يا اخي؟ واش تربيه الشوارع تعترف بها الامم المتحده يا اخي؟ احنا راه متربين عليك، احنا متربين عليك. شفت، احنا ما نرد عليك بالكلام الساقط. واش مانا عارفين الكلام الساقط؟ رانا عارفين، ولكن قضيتنا كبيره
باش نوسخوها بالكلام الساقط، اللي عنده طرح خاسر لا يدل عليه بتربيته فقط. عبدين اليوم عبد الليون تفضل. وعليكم السلام، نسمعك يا اخي، ما عندك الصوت. السلام عليكم عبد الله. وعليكم السلام ورحمة من الله. اليوم مغربي من مدينة الدار البيضاء، بالضبط من عين الشق، إذاعة عين الشق. مرحبا وسهلا، مرحبا وسهلا، تفضل اعطينا الجواب. أنا السرقاوي، أنا بقولك كالمدير في إذاعة عين الشق. أعطينا الجواب، وأعطينا الجواب إلى عاد والدك كان في عين الشق. السؤال ديالك اخويا اش يقول؟ يقول اللي يقول نعلن ان الصحراء مغربية قبل 75، يعطينا الجواب باش مغربية قبل 75. والصحراء اخويا مغربية من بكري، ماشي من 75، من بكري وهي مغربية. قلت لك، قلت لك اسمع 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 اسمعني اسمعني، انا قلت لك اسمعني اسمع، قلت لك اللي تقول بأنها قبل 75 معناها لأنه من 75 إلى بداية الكرة الأرضية مغربية. أعطينا باش شو اللي تصورنك عن التاريخ أخويا هو هذا ديال المغرب. تا سبتهم لي إن شاء الله راهم جايين غادي يجيو حتى هما، هذا هو التاريخ يا ديال عبد المغرب. الله يا عبد الله، شوف واش فهمت سؤالي أنا ولا ما فهمت السؤال. سمعت علاش تقلق أصاحبي متى تلوح شي سؤال؟ ما تبقاش تقلق، حنا تناقشوا دابا، تناقش واش معايا. طرحت عليك السؤال وجاوبنا جاوبنا بالجواب، قول لي بأنه الصحراء مغربية بكذا وكذا وكذا وكذا، ما معناه ما انت جاوبت نظرك، احنا ما جاوبتنا كاع. أما بلاتي واخا، أما أحسن حنا ولا الإسبان ولا الدول بزاف، إيطاليا بزاف ديال الدول يعترفوا بالصحراء المغربية وعطوا الحكم الداخلي الصحراوية، أما أحسن هذوك الناس ولا حنا؟ النظرية ديالك أنت. أعطينا الأدلة على مغربية الصحراء قبل 75. قبل 75 الصحراء ديما كانت مغربية، كانت مستعمرة من جبل الإسبان فوالا، والإسبان خرجوا في 75، المسيرة الخضراء دارت في 75، خرجوا سلميا فوالا. اعطيني الاخ عبد الله، اعطيني الادله على ان الصحراء مغربيه قبل 75. 75 الصحراء المغربية، أنا قلت لك كانت مغربية قبل من 75، كانت مغربية الصحراء. اعطيني الادله على انها مغربيه قبل 75. أدلة، ما الأدلة اللي عندي هي أدلة، لكن أنت تقول أدلة بالصحراء غربية، أعطيني اعطيني الأدلة اعطيني بالصحراء الغربية. للمرة السادسة، اعطيني الأدلة على أنها مغربية قبل 75. والسؤال رجوبك يعني مغربي بغيتي اخويا تطلعني، انا ما نسبك ما نقول لك والو، احنا اخوه بغيتي احنا الله نتناقشوا. يعاونك أخوي، الله يعاونك، الله يعاونك يا أخي. واه 6 مرات وأنا نطرح عليك السؤال، قلت لك اعطيني شيء يدل على مغربية الصحراء قبل 75. طارق تفضل. سي الراضي، طارق الصحراء مغربية، وانا نقول لك حميد سيفي، حميد سيفي، اهلا وسهلا، كي داير اخوها؟ بخير مزيان، الحمد لله، اهلا وسهلا، لاباس عليك؟ الله يحفظك ليا العز. شوف غنقول لك الله، كلمه، غنقول لك عرفنا الجواب عندي. براسك، عرفنا براسك، غنقول عرفنا براسك. حميد عليوات من مدينه قلعه سراغنه. انا غنقول لك الجواب ديال الصحراء. يا الصحراء رب، اخويا، الصحراء من 75 كهكا المغرب كقاع الدول بدا العرف، ما كانش كان بنادم جهلاء ياك سمعتي، والمغرب هو اللي سماها الصحراء، كالرباط ككازابلانكا كقلعة سراغنا. يلا قول لنا انت اخويا في 75 الصحراء اش كانت تسميتها، اللي ما نعرفك فهمت، انت ما فهمت، معلم ما وقاري فهمت، ما فهمت شو والاسطوري. بغيت تقول، شو بغيت تقولنا؟ الصحراء في 75 اش كانت تسميتها؟
ما كانت سميتها الصحراء. اش كان اسمها؟ فهمتي؟ اش كان اسمها؟ كانت سميتها قلعة استراغنا، وحنا قسمنا المغرب والصحراء وسميناها صحراء كرمات كازابلانكا. فهمتي يا خويا؟ بلا ما تبقى تقول لينا من 75 زعما انت 75 يا ما سمعني يا اخي طا 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 يا اخي سمعني واسمعنا. انت غبي كون شديتك انا كسرغيني. لا حول. صافي صافي ان شاء الله صافي. هتنا ما تصدع راسك، اش تعصب ولا يطلع لك، يطلع لك طونسيون ويطلع لك السكر ولا شيء. فرانشيس تاكوس تفضل. فرانشيس تاكوس تفضل. الأستاذ راضي موم ما نسمعوك يا أخي، ما نسمعوك يا أخي، كانت ما نسمعوك يا أخي، ما نسمعوك. واش كانت قبل 75؟ ما نسمعوك، ما سمعنا ولا شيء يا اخي، ما سمعنا ولا اخي. ما سمعناك، ما سمعنا. سؤال على السؤال المطروح ديالك يا اخي، ما نسمعوك، عندك مشكله في الكونيكسيون. غير المكان، المكان اللي انك يهمني بزاف. واش اللي كتسميها انت الغربيه هذا؟ ما سامعينك يا اخي، انا قاعد نسمع كوب كويك. وعليكم السلام. وعليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ياسين من بروكسل. ياسين من بروكسل. شكرا ياسين من بروكسل. وعليكم السلام. شكرا ياسين من بروكسل، ولد المملكه المغربيه الشريفه. تفضل. من الأصول ديالي مدينة العيون، المملكة المغربية الشريفة. باش نجاوبك على السؤال ديالك، المملكة المغربية الشريفة كتجر مع تاريخ ديال 14 القرن، هذه أول حاجة. ومني كنقول لك تاريخ ديال 14 القرن، يعني كان أنا جو في ريفيرونس لبزاف ديال لي ديناستي اللي دازوا في المغرب، اللي منهم الأداريسة، اللي منهم المرينيين، اللي منهم السعديين، اللي منهم المرابطين، اللي منهم القرويين، اكسيتيرا اكسيتيرا. يعني قبل من 1975 وقبل كاع لا كولونيزاسيون ديال اسبانيا، هذيك الأرض كانت تابعة للمملكة المغربية الشريفة. وراني ذكرت لك دابا لي ديناستي اللي دازوا في المغرب كاملين. داكوغ. المغرب كان غادي حتى لنهر السنغال، سيتادير كو موريتانيا كانت تابعة للمملكة المغربية الشريفة، و اون بارتي دو سنغال حتى هو يفوزي بارتي انتيغرون ديال المملكة المغربية الشريفة. ودابا كنشوفو كما قال الاخ اللي كان قبل مني، كاينين بزاف ديال لي بويسونس اللي اليوم يغوكونيس لا سوفرينتي، ولا الاسبانيا ريكونوسي لا سوفيرانيا دي ماروكوس، يعني كيعترفوا بمغربية الصحراء. والمشكل ديال الصحراء المغربيه هو السر ديال راه تسد وحسم، يعني ما بقيناش كنتكلموا فيه. حنا دابا كنهضروا على الصحراء الشرقيه وكيفاش نديروا باش ننقذوا الشعب الجزائري من النظام العسكري الجزائري. تفضل. منين قاع لين؟ تفضل. منين لهنا بدانا؟ منين بلينا معاك؟ باش ما بغيتيني نبداو ما عندي وقت. خلطنا طرتنا على الجزائر، مشيتنا لموريتانيا، ومشيتنا ما نعرفهاش، ومشيتنا لك موريتانيا. قلت لك ايوا خليني نتكلم. واش انت ياك سكت لك؟ انا تكلمت وسكت يا اخي. سمعنا بعد على الاقل. والله لا تفضل، انا قطع الميكرو ديالك. تفضل. مرحبا. ما تقطع الميكروفون الا اقبض لسانك. هذاك لسانك ماشي مشكل. لسانك راه بين حنوكك، على الاقل تتحكم فيه لين تسمع هذا اللي قاعد. هذه خلطه اللي تتكلم انت عنه. أعطيني الأدلة على تواجد السلطة المغربية في الصحراء هذه اللي يسموها أنتم المغربية مدة 92 سنة من تواجد الاستعمار الإسباني فيها، من بين 1884 و 1975.
ما فهمتش لا كيسيون ديالك السي الرابي. أعطيني السلطة السياسية اللي كانت في الصحراء الغربية بين 1884 إلى 1975. وراه جوستومون راني هضرت لك على ديناستي اللي دازو في المغرب كاملين، راك دازو أعطيني بزاف ديال السلطة السياسية. ماشي تقول لي الديناستين مات الديناستين، أعطيني السلطة السياسية، السلطة السياسية اللي كانت، قلت أنت مغربية، أعطيني الشخص اللي كان معين السلطان باش يحكم هيك الأرض لمدة 92 سنة لما كانت فيها إسبان. كان السلطان اللي كان قبل موقع، ما عنديش السميه ديالو، ما ولكن كان عندكش. السلطان اللي كان قبل. لا اسمح لي، لا ولكن انا كنت قريت عليه، فهمتيني؟ ماشي يعني ملي كنهضر معاك كنهضر معاك. لا اسمح اسمح واش عندك كان تحت والله ما السلطه ديال عندي، المملكه، كانت تحت السلطه ديال ونعم المملكه نعم المغربيه الشريفه. نعم 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 هذه السلطة يجسدها شخص، هذا الشخص اعطينا اسمه. ما بقيتش عاقل. ما بقيتش عاقل، قول لي ماني عاقل، قول لي ماني عاقل عليه، لا ما قول لي ماني عاقل، عاقل. لا شوف ما مالك عاقلتش، عاقل عليه. اوكي 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 ولكن انا خلينا بغيت نتقدموا نسول، في النقاش، بغيت نسول خلينا دابا. علاش نتقدموا في النقاش، خلينا نتقدموا في النقاش، باسكو انا هون اللي نطرح الاسئله انت تجاوبني الى اخي على اسئلتي. فوالا، هذيك كان 92 السلطان سنه، مولاي اسماعيل، مولاي اسماعيل باردون، اسمح لي، اسمع السلطان مولاي اسماعيل. اسمع 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 يا، هذيك 92 سنة لما كانت إسبانيا في الصحراء الغربية، شنو العمل اللي قمتم به انتم كمغاربة باش تدافعوا عنها؟ احنا خرجنا الاستعمار بيدينا، وخرجنا خرجنا ياسين ياسين بالمسيرة. ياسين نعم ياسين، مدة 92 سنة قبل المسيرة، قبل 75، انك قبل 75، هذيك 92 سنة، ما هو العمل اللي قمتم به انتوما والسلطة المركزية اللي تابعة لكم اللي هي ما سلطة الرباط؟ كانوا حروب كيداروا، كانوا والحمد حروب، لله فاش جا الوقت كانوا حروب، تكون وفاش هذه كانوا الحروب، وفاش وصلات وفاش وصلات تكون وفاش هذه وصلت الحروب، الوقيته باش اسم نسترجعوا هذه الصحراء الحروب، ديالنا. انا ما لا شوف انا ماشي انا ماشي بان هيستوريان اسم استرابي. الحروب. شوف اسمح لي اسمح لي، شوف اسم الحروب، قول لي قول لي شنو هو تاريخ فرض الحماية الفرنسية على المغرب؟ ما كنسمعكش، كتقطع الراضي، ما كنسمعكش، كنسمعك كتخرشش. اعطيني اسم المعارك اللي خدتموها في 92 سنة بين 1884 و 1975 في هذه الصحراء اللي سموها انتم المغربي. في 1912، في 1956، في كانوا بزاف ديال الحروب داروا، اللي انا ما اسم عقلتش على اسم السميات الحرب، ديالهم. اي اسم طوبوني الحرب، داك، قلت لك ما عقلتش على السميات ديالهم، ما لان انا عقلتش. ماشي هيستوريان، ولكن اوكي اوكي ما عقلتش، اسمعني ما عقلتش عليهم. ولكن انا بغيت غير نفهم اعطيني واحد القضيه السي اعطيني الرابي، اسم لا اعطيني تغطي، علاش اسم بغيتي تغطي؟ اعطيني اسم اسمعني اعطيني اسم اعطيني اسم الشهداء، اعطيني اسم الشهداء، اعطيني اسم الشهداء اللي سقطوا لكم في هذيك الارض ما بين لا احنا ما عندناش هذاك 1884. لو كومبلكس، لا سي راضي، احنا ما عندناش هذاك لو كومبلكس دانفيريوريتي بحال جرات السوق، فهمتيني؟ مليون ونصف الله شهيد يعاونك والمقلع اخويا، الله يعاونك الله والصراخ يعاونك اخويا، الله يعاونك اخويا، الله يعاونك الله يعاونك الله يعاونك. أيام بن بنزاك، تفضل. بوغر اليمني، لماذا تسأل الناس على التاريخ؟ وش على شنو نسوله؟ شو غادي نسوله؟ معناه شو نسوله؟ بوغر اليمين، تفضل. زيد فضلك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شوف، المغاربة كامل اللي جاوبوك في هذا اللايف، إيه لا عرفنا بنفسك والله أكثر، ما عزا ولو اسمح لي طاحت، اسمح لي، الله حابين يطول، يديوها هذه المغرب لا عرفنا كومنتات، بنفسك، يعني هدية عرفنا بنفسك، الله هدية يطول برك. عليك، هذا ما كان واحد ما عنده لا عرفنا بنفسك والله، لا اسمح تاريخ لي. حروب. احنا بقرة اليمين ايه من الجزائر الاخ، من الجزائر. ايه مرحبا وسهلا ايه مرحبا وسهلا، تفضل مرحبا.
شوف هو الاخ اللي كان قبلي قال لك احنا ماناش معقدين كما الجزائريين، احنا عندنا حروب، عندنا اسماوات تاعها، وشكون اللي ماتوا فيها وبالالاف، وش من واد، وش من معركه الجرف، معركه كذا، معركه كذا، منذ احتلال الجزائر لفرنسا واحنا فيها معارك حتى جات الثوره الشامله تاع 54، وقال لك احنا معقدين. بالعكس احنا ماناش معقدين، احنا قالوا غير انتم بكم، انتم ما عندكم المسيره، خاص تكون عندكم المسير. احنا ما نعرفوش المسير، احنا نعرفوا البارود والبندقيه. هو هما هما يعرفوا هما يعرفوا المسيره والمحراش والبغرير والله يعني. نهار قالهم الحسن الثاني كي تيقاو الاسبانيول عزوهم وسلموا عليهم وسلوا واعطوهم الامان وكذا. هذه وكنت ما شفتهاش، يعني ما عنديش واحد العام من شفتها هذا، صدقني يعني قمه ما نقولوش قمه تاع هذا ما يسموهش سل. هذا ما نقدرش نقول لك كلام راك على الفضاء، ما يسموهش سل. احنا يا اخي حررنا بلادنا بعرق جبيننا وبالبارود وبالمعارك وبالتاريخ، والناس تتعلم منا كيفاش دير ثوره. العالم كل نهار كانت افريقيا تحوس تعرف كيفاش دير ثوره، يجوا عندنا نوروا لهم كيفاش يديروا ثوره. لكن انت بالصباح انت تطرح في سؤال المغاربه كامل، ما واحد ما جاوبك، يعني العجب. لهنك تاكدت باللي حابين هذه الصحراء الغربيه حفظها الله ورعاها بشعبها وثورتها، حابين يديوها، يعني هما الصحراويين ماتوا مساكن، ايه ماتوا ضد الاحتلال الاسبانيولي، وقدموا يعني قدموا تضحيات كبيره وجسيمه وبداوا منها والاخر، وسي المروكي يجي غير يخرجوا من هي وما يديروا مسيره، يدخلوا يعني كل واد كلمه تاع الواد يدخلوا ويقولوا هانا خلاص كثر، راه الشعب تاعنا الصحراوي والصحراء الغربيه تاعنا اللي حرت لها البلاد. يا للعجب والله، هذا الناس هادو حبيت نفهم وش من نوع حبيت نفهم برك وش منها. زير ضيف عن ذلك نحكم الإنسان الصحراوي بلباسه وتقاليده وبهدوئه وبشخصيته والكاريزما اللي عنده، يعني كعنده كاريزما جيدة جدا، ما يشبهش المغربي لا في الوجه لا في اللبسة لا في العادات لا أي حاجة، ما يشبهلوش. شعبان منفصلان لا في العادات ولا في التقاليد ولا في الديان ولا كذا، ويجي يقول لك ارواح اخويا قرب لي راك خويا وابن عمي، وقول الصحراء المغربيه الغدر الغدر. شوف انا نحييك ونحيي كل الصحراويين ونحيي شعبنا، وهذيك ارضنا صحراء. اما كيعود يقول لك هكذا، يقول له المغرب اخي كانت موريتانيا، ها عاود رجع لموريتانيا. هيا نديروا فرازا انه هذه الصحراء كانت تابعه سابقا للمروك، ومن بعد اعطات الحمايه، ما اعطاتلاش الاستقلال، اعطاتها الحمايه والذل للمغرب، وخلت الصحراء خلبتها لاغراض اقتصاديه ولاغراض امور واحده اخرى. هيا سيدي معليك، اما انا اخويا نرجعوا كل موريتانيا. ايوا صحيح ان شاء الله. ايه ربي والله صدقني، اسمح لي لا تجاوز المده تاعي ولا لا، ومن خلال هذا المنبر تاعك نحيي كل الشعب الصحراوي، نحيي كل، ونزيد نقول لهم ما قام به المغرب ما هو الا تعجيل لاستقلال المغرب. اكيد والله تعجيل، يجعل ربي اسباب. هذا الانسان كيكون راح يموت يجعله اسباب، يقول له يعطيه ربي واحد الراحه، يقول له نوض وروح دير هذوك الحوايج باش تنفجر مليح، ويكون هنالك نهايه سعيده للشعب الصحراوي. السلام عليكم. وعليكم السلام، والله شكرا جزيلا، والله حياك الله. مرحبا وسهلا، حياك الله. دائما بفضلكم عرفونا براسكم، فرانشيز تاع كوس رانا ارسلناك مره ثانيه قبل ما كان عندك الصوت على ما اعتقد، ولا التغطيه ما عندك. تفضل فرانشيس، فرانشيس وينك؟ هولاكو تفضل. السلام عليكم الأخ محمد، معك وعليكم السلام. مرحبا وسهلا هشام،
مرحبا. بغيت نقول لك الحروب اللي عندهم، هما عندهم 3 حروب الاخ نورمالمون داروها. عندهم 3 حروب. الحرب الاولى هي حرب البوسل على اليدين، الحرب الثانيه مسح الاحذيه، والحرب التاليه الثالثه باش الله اعلم. السلام عليكم. أيوة السلام، شكرا باش. مرحبا سهل. كريم الماجي او كريم الماجي، كريم تفضل. كريم تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي لك وتحياتي لجميع المستمعين. تحياتي لك. مرحبا. الصوت عندك شوية ضعيف يا أخي. أنا مغربي. الصوت عندك شوية ضعيف الأخ كريم. الصوت عندك شوية ضعيف الأخ. دابا مزيان. عندك ليكو، عندك صدى شوي، ماني عارف واش مع دا ليجيكوتور و... تفضل. احسن. لا لا انا احسن حق. عرفنا بنفسك من فضلك. انا اي كريم، مغربي من مدينه فاس. مرحبا تفضل. اول حاجه السرادي، السرادي انت انسان اللي عنده مستوى دراسي، يشتغل في مجال الصحفي، انسان مغاربه الصحراويين ومعروف يعني، ما اسم لا يسميه. وحاجه واحده اللي غنطلبها منك، لا ينزلك يا اخي، تعرف علاه لا ينزلك؟ علاش؟ علاش؟ لانك جاي توزع هون جنسيات على الناس، جاي هون تتوزع على الناس. لا 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 شوف لا لا شوف لا شوف لا هون لا لا هون لايف. اسمع اسمع شوف هون لايف لايف اسمع يا اخي اسمع. هذا لايف خاص بقضية الصحراء الغربية، عندك فيه المعطيات على ان الصحراء المغربية قبل 75. تفضل نعطيك الفرصة. ما هو عندك لا تبقى هون توزع الجنسية هون كانك بعد الحالة المدنية. لا ينزلوك ولا ينطلعوا حد ثاني، المهم عندك الاختيار، عندك الاختيار. لا سرادي انا غادي نقول لك واحد القضية بعد على تعقيب على الشيء اللي قلتي دابا. يعني تسرعتي بزاف بانك تحكم عليا. اول حاجة انت تتهضر مع الشعب المغربي. كريم 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 شوف كريم، ضيعتنا الان دقيقتين في الشخص. انا وحنا هون ما نهضرش في الشخص. واش أنا عندك معك. جواب واش عندك جواب؟ انا نهضر معاك على ودابا انت لا شوف. اسمعني يا اخي اسمعني يا اخي اسمعني باش جاوبني مباشره، اما تبقى تقاطعني وتبقى شخصا ما يستفدوا الناس كاملين. شوف معانا الجزائريين ومعانا الليبيين ومعانا التوانسه ومعانا الموريتانيين ومعانا الصحراويين. انا سؤالي ما هو، ماذا تعرفون عن محمد راضي الليبي؟ هذا ما هو سؤالي. سؤالي هو إذا كنت تقول بأن الصحراء مغربية قبل 75، أعطيني الحجج والأدلة على ذلك. أنا غادي نقول لك واحد القضية سي راضي. إحنا في 2023 الشعب المغربي لا يعرف قضية الصحراء، ما يعرفش قضية الصحراء، باش نكونوا واقعيين. ما يعرفش بأن أنا الشغل الجنوبية اللي تتسمى المنطقة الجنوبية أو المنطقة المتنازع عليها، ومتأكد مليون في المية أن لولا رشوة المخزن لهذه المنطقتين، منطقة داخلة وخصوصا أنه يعني الأطر اللي تتمشي لها تخدم في هذه المناطق اللي تتجي من الداخل المغربي من الرباط وتتنزل تشتغل في الصحراء. أنا غنعطيك مثال في الداخلة، يعني مدينة اللي باعوها، تباعت المدينة. يعني نعطيك مثال، موظف في المركز الجهوي للاستثمار بمدينة الداخلة عطي لختو أخوه 100 هكتار اللي هو تابع الحزب التجمع الوطني للأحرار. هذا نعطيك مثال واحد. الإنعاش الوطني أو الخرطة. تكلم على وجدة، تكلم على صاحب وجدة. ها ها تكلم على صاحب وجدة. لا 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 يا غالي، غادي نعطيك واحد يا أخي كريم. شوف يا أخي كريم، احنا درك احنا من فاتحين لايف حول الفساد في الصحراء الغربية اللي معدلوا نظام المخزن. احنا طارحين واحد السؤال، انت ماذا تقول، هل هي مغربية ام غربي؟ لا اعتقد بان هناك، يعني قبل 75 لا اعتقد بان هناك تواجد المخزن رسميا او غير رسميا، لا ولا تواجد المخزن بالمنطقة الصحراوية. هذه مسألة مفروغ منها، واي واحد زار الصحراء او تعرف شوية في التاريخ ديالها لا معنى لها. إذا أنت بالنسبة لك الصحراء وليست مغربية، هذا هو اللي نفهم أنا.
لا هذه ما هذه مساله واضحه. لا انا بغيت رايك انت، انا بغيت رايك انت. اي رايي هذا، اي رايي العالم راهو عارف. لا هذا 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 رايي، وكنت رايي كان عندي راي مخالف، كان عندي راي هو ان الراي اللي تتعرض التي يقولوا كاع المغاربه يردوه، لكن ها يوم اشتغلت في لا 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 شوف شوف السرادي، انا مثلا ما انا ماشي معك في المنابزه ولا مع اي واحد كيما بغى يكون. لا احنا ويقولوا في المنابزه، احنا هون نبحثوا عن الحقيقه، بغينا باش الشعب المغربي اللي عنده حجه ولا شي علاه طرحوا، احنا ما عندنا مشكل يجيب لنا فقط الحجج الادله. انا غنقول انا نقول لك واحد القضيه. اول حاجه صدماتني في الصحراء، حتى نزلت لها السرادي، حتى نزلت لها خدمت فيها، عاد وليت تنطابي في جوجل شنو هي الصحراء الغربيه كمغربي كدكتور مغربي وما يصطلح عليه بين قوسين مثقفين او تدجين المثقفين اللي عندنا في المغرب. نعطيك مثال دابا، تخيل معايا الصدمة ديالي شنا هي. أنا بغض النظر على التاريخ، الصدمة ديالي شنا هي، تخيل بأن عرفت بأن الـ الإخوة ديال الجبهة عندهم سفارات في دول، أو إذا ما خانتنيش الرقم راه وقيلا 12 سفارة اللي كاينة خارج ومعترف بها بإفريقيا بأمريكا الجنوبية، كاتب تواصل اللي موجودة في أوروبا بقوة يعني. وأنا شفته في إيطاليا في واحد السنة في 2016 أو شي حاجة، وفي باريس موجودين في بزاف ديال الأمور. الناس يعتقدوا المغاربة، خذها من عندي، خذها من عندي يقينا، وما حديتك إلا بعلم، وهذا هو اللي تيبقى فيه علاش تكلمت في هذا الموضوع، أن المغاربة ما عارفينش شنو الواقع. تيعتقدوا نصرح لهم غير تشرح لهم، تشرح لهم كنت كمغربي، اشرح لهم شنو من وجهة النظر اللي كانت عندك من قبل، والآن بعد ما شفت الحقيقة شنو شفت؟ لا وجهة النظر تتنطلق من الواقع. تاريخيا مفروغ منا، تاريخيا مفروغ منا. 92 عام ديال الحكم الاحتلال الاسباني للمنطقه الشماليه والمنطقه الجنوبيه، قبل منها ولا لو كانت ورقه تاريخيه وحده موجوده عند المغرب كان غيشوه بها العالم، كان غيحطها في الامم المتحده. باش نكون واضحين، باش نبداوش نلعبوا، هذا ملفات اللي تدرسوا. اما انني نعطي المعلومه داخل المغرب بانك الا قلتي الا تكلمتي في الصحراء ولا الحكم ولا سميتو، راه الطريقه اللي تستعملات من 75 حتى 2023 انني نجيب ابناء المناطق الداخليه ونخدمهم في نعطيهم التجاره ونعطيهم لي بوست الاراضي. انا خدمت في منطقه السرادي وما ادين الله به ولقى الله عليها، انا خدمت في منطقه اقسم بالله العلي العظيم، الناس اللي جايين من الفوق يعني مغاربه، توظيف النساء صحابات الملحفه تيتقال لا تيجيبوها لونتروتيان، تيجيبوها تجيب السيفي قاريه السيده طلعت تربات مسكينه وخد عاش تما ولا بمراكش ولا اكادير ولا شوف فين قرات وتغربات وقرات خمتين وتيجيبوها حتى لعندها. ولا كانت لعاد صحراويه ما توظف، ولا كانت عندي لو كانت عندي لو كانت ظروفي تسمح نعطيك دابا ملف تدخل على جوجل غتلقى تزب هكا وغتلقى اتهام وغتلقى بان التوظيفات دازت بهذه الطريقه وبهذه الطريقه من 1975 الى 2023. الطريقه اللي تسير بها اللي دارت ما عطات نتيجه. خلينا نكون واضحين السرادي، حتى بالنسبه للمغرب ما كايناش نتيجه، خلينا نضرب صراحه. يعني بالنسبه لك انت هذوك فتح القنصليات في الداخله وفي العيون وكذا ما عندهم قيمه. سرادي القنصليات، انا تحدثت مع بزاف الناس اللي عندهم علاقه بالموضوع، القنصليات الافريقيه اللي جايه، القنصليات الافريقيه اللي كاينه كلها لا دور لها، ما دور لها. ونعطيك الدليل، كل منطقه الصحراء معروفه انها ممر، فهمتي، ممر الحشيش، ممر المخدرات. وشوف اغراق الشباب مخدرات المخزن، لا ولاد المعي، ولاد العيون، ولاد الداخله. الا كانوا تيتصنتوا دابا تعرفوا بان راه خرجوا عليهم، راه الشباب ما بقى قاعد يدير والو، الشاب تيشرو الحشيش والدعاره. واش تخيلتي بان كاع القهاوي اللي كاينين في الداخله، اسمع هذه المعلومه اللي تتمرد القلب شويه كمغربي غايور، ماشي معلومه اللي مهمه، ولكن تخيل كاع القهاوي اللي كاينين في الداخله السرادي خدامه فيهم دريه سيرفوز، تخيل يعني
يعني فين غاديين؟ واش هذا الا كانت الا كنتو تعتبر مدينه مغربيه خلاها تصرف كمدينه مغربيه الا كنتي عندك شي لا يعني مقصود يعني مقصود يعني مقصود نشر هذوك الفتيات في المقاهي ونشر الحشيش في المنطقه نشر الدعاره توزيع الاراضي منع الصحراويين من التوظيف تقسيم هذيك الارض كامله هذيك الداخله سرقوها كامله سرقوا ترابها هذا الشيء مؤكد هذا الشيء مؤكد هذا الشيء كان بالنسبه لك قاصد المقصد لا هذه السياسه التخبطيه كل نين ثلاث سنين تيخرجوا شي حاجه مره نشروا هذه مره نشروا هذه في 2023 نكونوا واضحين السرادي هذا لا تخفي عنك انا متاكد انها لا تخفى عن اي واحد يتتبع الملف المغربي بصفه عامه عاد ما بالك يتتبع الملف ديال مدينه الداخله تبعت اسرائيل خلينا نكونوا واضحين من هنا 5 سنين كاع الضيعات الزراعيه اللي كاينين في لان الداخله اللي ما تعرفوش المغاربه راه مساحتها هي 9 مرات مساحه ديال الدار البيضاء رسميا هذا راه تنقول لك معلومه 18.7% من مساحه المغرب يعني 9 المرات مساحه الدار البيضاء الناس يعرفوا مساحه الدار البيضاء راه 5 مليون فيها الان شكون اللي مستفد فيها تخيل مدير الاستثمار اللي كاين في الداخله كان مبحوث عنه في الانتربول في اكبر قضيه نصب في تاريخ المغرب هو اللي جابوه هو المفاوض مع اسرائيل باش يعطيهم لي زافير اللي غيديروا تيديروا دابا لافوكا غيخدموها تما وتحليل هما تيقولوا تحليه الماء لا تحليه ماء البحر ماء البحر تحليه ماء البحر ضحك على الدقون ضحك على الدقون الناس ديال الداخله المدينه الداخله فيها 180 الف ساكنه ما احتاجش المدير ولهذا يعني لهذا يعني احبط المشروع حسن الدرهم مع هذاك المواطن الفرنسي من اصول جزائري اي الله يرضى عليك فوالا لان دابا باش تدخل مثلا مدينه انا نتحدث على مدينه الداخله عاد نجيك مدينه العيون لان مدينه المعيون عندها 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 وضع اكثر خصوصيه مدينه الداخله اتحدى أن لم يتم بيعها من 2020 إلى هذا اليوم هذا بالأراضي الناس اللي ما عندهمش علاقة مزوار عنده لوطيل دياله تما ناس اللي لزوطيل شنو لزوطيل اللي مديورين تما ما كاينش صحراء رئيس جهة وجه الشرق كذلك جهة الشرق اسمه هو هذا إيه بيوي عنده بيوي البيوي عبد البيوي عنده 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 مشروع ديال الفيلا تما تيبيعهم ب معاش ديال 250,000 درهم احنا الناس اللي ما عارفاش وللأسف أن مدينة الداخلة راه ما تحتاج لا بيوي لا غيره مدينة الداخلة مدينة قوية اقتصاديا بخيراتها مدينة كبيرة سياحيا مدينة بوابة إفريقيا البوابة الحقيقية ديال إفريقيا هي الداخلة ماشي شي منطقة أخرى في العالم باش تدخل إفريقيا باش توقع تجارة وباش توقع الأمور اللي تتوقع راه بلا داخلة ما كاين والو كونوا واضحين الابناء الداخله اللي ما مشاش في المخدرات فهو في قوارب الموت كانوا واضحين والمغاربه كاع كانوا مشوا عائلات كامله حتى بالرضع كانوا يركبوا من فم يعني شكم من الناس شوف موضوع الهجره المغاربه بصفه عامه من جميع نواحي المغرب هي هو موضوع هو ناقص خطر للمغرب لان ناس تنشوفهم دابا تيهاجروا من المغرب بمستويات اجتماعيه عاليه وتيهاجروا من المغرب لان ظروف العيش او ما يصطلح عليه هذيك البيئه اللي تقلب على الانسان انه يعيش مرتاح انا كمغربي شنو باغي باغي نكون مرتاح باغي نكون كذا ندير توافقات حنا راه وصلنا حنا الاخوه الجزائريين قبل تيهضروا بان حروب واش راه تدوي على شعب مغربي راه حشومه على شي واحد يقول راضي على راضي على ما يقع راه اخنوش ولا مقدس راه اسرائيل مقدسه في المغرب راه فيديو في 10 ثواني ديال واحد يقول اخنوش انسان تخيل بهذه الجمله اللي ما فيهاش سب ما غنسب ما والو اخنوش انسان تافه فاشل لا مشروع تمشي الحبس تمشي الحبس لا اخ كريم لا اخ كريم اسمح لي فقط بغيت بس بقينا نعطوا كلامك جميل حقيقه ولكن بغينا باش نعطوا فرصه للاخرين اذا ممكن بغيتك توجه رساله للشعب المغربي انت كمغربي بخصوص هذا موضوع الصحراء الغربيه اول رساله زعما كمغربي الاخوتنا المغاربه ان الواقع تسويق الواقع
بالطريقة اللي وقع الآن في مسألة الصحراء المغربية، المغرب متأكد، الناس اللي تسيروا البلاد متأكدين بأن الصحراء لاح، والوضع الحالي هو وممكن يكون تصعيد في جهة أخرى، والخاسر هو المغرب. المغاربة يحاول غير يديروا واحد البوز، ولا يجي نقلب شوية نقلب شوية نشوف شنو كاين، علاش الناس يقولوا كيف بدير هذه الحاله كامله ومشى دار التطبيع باش 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 على قبل الصحراء؟ واش الصحراء مهمه الى هذه الدرجه؟ علاش؟ شنو السؤال اللي تيطرح؟ واذا كانت الصحراء مهمه الى هذه الدرجه، شنو مستفيد المخزن منه؟ المخزن، لان الشعب المغربي غير مستفيد منه، لان مدينه العيون والداخله سي راضي هي منطقه التهرب الضريبي في افريقيا، باش نكون واضح. نعم، فيه يوطنوا فيها الشركات ومن بعد يبداو يشتغلوا في الدار البيضاء ويشتغلوا في الربا. 8000 شركه اللي كاينه في العيون، و 7000 شركه اللي كاينه في الداخله، اللي خدامين حقيقه وانشطتها وسط المغرب. كبيره، شركات كبار، ماشي شركات غير صغار، هذا ماشي تهرب. نعم. عادي. وتنتمنى بان المغاربه ينفتحوا شويه على الراي الاخر، حيت المغاربه غير باش ما نساوش، غير في 2020 قبل ما ديك المهزله اللي وقعت وبقالت وقع ديال التطبيع، راه كان مغربي لقى جبد اسرائيل تيقول استغفر الله، دابا وليت لا راه اليهود مغاربه، ما قلنا لك والو، حتى ندوي على دوله محتله. وانت ناس دابا هنا الصحراء، راه ملف الصحراء هو ملف التطبيع، باش نكونوا واضحين، بدون الصحراء يكون عمره كان غيكون التطبيع. ديما كان تعامل بيناتهم سري، ما كان حتى واحد يشوف شي حاجه، هذا ماشي سر، راه المهدي مبارك الاتهامات واضحه، زعما راه هذا تاريخ لن ينسى ولن يمحى بالتعياشيت، راه ما غاديش. جزاك الله خير يا خويا كريم على المداخله، وياك حياك الله، الله يحفظك، حياك الله، حتى كذلك والله، العفو، الله يحفظكم، مرحبا وسهلا، شكرا، مرحبا. الاخ كريم يعني الله يحفظهم باسهم، لأنه كل من يقول كلمة الحق في المغرب فهو مشروع سجين. بدأ واحدين هون يعني يهدوه، شو يقولوا أنت جزائري وكذا، يفخر الجزائري أنه كل من يقول الحق ينسب إليه. الله افخري أيتها الجزائر، حقيقة شو أن تفخري أيتها الجزائر، لأنه العياشة يعترفون أنه كل من يتكلم باسم الحق فهو جزائري. مرحبا وسهلا مقاتل الصحراء. السلام عليكم محمد. مرحبا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله. مساء الخير، لاباس عليك؟ مساء الخير، ما شاء الله بخير، الحمد لله، من طري باس. ايوا انا طلعت نسمع عليك، المسافه الثانيه عندي نغطي اللي ندخل بهم. مرحبا وسهلا، معنا مقاتل صحراوي. الحمد لله، ذكروا له. اي مرحبا وسهلا والله، تفضل. تفضل. مرحبا وسهلا. أنا مقاتل صحراوي من جيش التحرير الشعبي الصحراوي. ما عندك التغطية المقاتل؟ ما عندك أخي التغطية. محمد. أي. هل سمعتني؟ أدرك سمعنا، ذاك نسمع. أنا مقاتل من جيش التحرير الشعبي الصحراوي من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. خير طبعا. حق. المهم طلعت باش نعازي تعازينا الخالصة لأهلنا في الجزائر، ويا ربي يرحم شهدائهم ويشفي جرحاهم، ويا نار كوني بردا وسلاما على أهلنا في الجزائر. ونحيي الجيش الجزائري الذي تدخل ببسالة وأخمد النيران، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية بالنسبة لغادية الصحراء الغربية، لا علاقة للمغاربة بها قبل 31 أكتوبر 1975، وهذا دائما تطرح عليهم، أنت دائما تطرح عليهم يا أخوتي أعطونا غبار عندكم، أعطونا مغربي مزداد قبل 75، أعطونا بناية، أعطونا إيش، هذا لا يوجد. هم أنفسهم يسوقوا ياسر من الأكاذيب، يقولوا عنهم إمبراطورية وعنهم كانوا يحكموا على نهر السنغال، ولين يجي حد يقيس تاريخهم ذا هو ذا كامل اللي قد تحكمهم مزور. كله أجيال حقيقة.
ما كل أجانب قاع ما عنده قاع علاقة بالمغاربة المغاربة الأصليين كلهم أجانب يعني إما جاء من الخليج أو جاء من موريتانيا تمام. بعد ذلك لم تكن هناك قاع إمبراطورية هو اللي كانت السلاطين جايين من الخليج والأمراء موريتانيين والذي قاع يجب عليها أن يطالب هذا موريتانيا قاع وعقب ذاك المملكة المملكة جاءت لا مع محمد الخامس وندون تمام. هذا يعني هذا افتراءات ياكو كذب والأرض تشهد على ذلك نحن الصحراويين أهل التراب عندنا أجدادنا مردومين فرضنا بزمور وفتيرس نعرفوا كل بلاد مردوم فيها واحد ونعرفوا بلاصة منازلنا في الوديان أنا أتكلم معك ماني شاب أنا رجل كبير خلق 1965 نعرفوا بلاصة مرحاننا ونعرفوا بلاصة منازلنا ومنين كان يصيف حيواننا ومازال آثاره إلى حد الآن يعني المناطق اللي عيتنا عليها صغير والله لا مازال بلاص مناصبنا لا مناصب يعني كنا نقدوا عليهم النار وبلاص مازالت موجودة فكيف يعني لأمة والله مملكة حكمت مثلا الرومان يعني الأماكن اللي حكموا فيها لا زالت آثار بناياتها موجودة العثمانيون كذلك فكيف لكم تدعوا لا آثار والله المقاتل رانا عندك مشكلة وهذا وشكرا أخي محمد جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا رانا عندك مشكلة الله على إتاحة لي هذه الفرصة خير طلاب خير طلاب مرحبا بالسهلة والله والنبي جزاك الله خيرا فعلا الأخ كان عنده مشكلة المقاتل أخير إبراهيم إبراهيم تفضل إبراهيم تفضل عبد السلام من مرحبا وسهلا دنيا عبد السلام من موريتانيا الشقيقة السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله مرحبا وسهلا عبد السلام مرحبا وسهلا مرحبا محمد مرحبا محمد كيف حالك بخير ما شاء الله بخير الحمد لله ما طري بس السلام ورحمه الله خير خيرت والله يا السلام مرحبا بك السلام ما شاء الله مرحبا وسهلا عندي مداخله شوي اولا لنوجه تعزيه ومؤاساه للشعب الجزائري الشقيق الله رحمه الله على بمناسبه هذا المصاب الجلل الطبيعي هاي الكارثه الطبيعيه والله نوجه لهم تعزيه ومؤاساة وعلى واقفين معهم يرحم الله إن شاء الله يا ربي يرحم ذوك الشهداء ويغمده في نعيمه إن شاء الله يا رب آمين إن شاء الله الثانية هذه كان كنت نتابع واحد فلاش مغربي يتكلم عن موريتانيا كان تابع المغرب وكذاش ها قال حق قال أي نقول له راك ما هو مهم عنا احنا ما نتكلموا عن تاريخنا تاريخنا هو اللي يتكلم عنه اللي يسوي عن موريتانيا يمشي يقرأ تاريخه عندنا تاريخ ومشرفنا معنا كيفكم انتم المغاربة وانتم العياش نحن تاريخنا يتكلم عنا انتم هم اللي صدق فيكم قول الشارع قول الشعب ولو نطق الزمان لنا هجانا الزمان اللي كان ينطق يجيكم التاريخ هو غارة وهاجيهم اللي ما مشايفين وما حد يجي اليوم يجي لدولة ثانية يقول لك احنا كنا في موريتانيا هو مسيكين قاعمة هو قاعمة عنده وجود قاع أصلا ما عنده وجود قاع مسيكين وانا نحييك انت سي محمد راضي الله يحفظك الله يجازك بالخير الله يطول عمرك ويكثر من أمثالك وباصني فيك وباصني من أمثالك وينور العالم كامل عليه هاي القضية قضية حق الله يذكرك واجب داعم ودي اخوتي ولاد عمي كاملين صحراويين عنهم يقوموا في لحمه واحده بهذه القضيه حكمتهم هم اللي تحيوهم انتم هم اللي
تمرقوا وتقبوا لكم الحق يقول لكم ان شاء الله يعملوا ان شاء الله تقان هاي الدوله ونتصل مع هذا المرغوب والله الله 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 يحفظك الله يجازيك الله يوني بيك والله مشكور حتى والله خيرت والله يوني بيك سلم عليك رجلك يا والله يوني بيك مرحبا ان شاء الله بارك يا الله ان شاء الله خيرت والله مرحبا سهلا والله يوني بيك فرانشيس تاكوس للمرة الثالثة نطلعك غير دائما عندك مشكلة الصوت فرانشيس تاكوس وينك يا فرانشيس تاكوس من يعرف مين مشيت عبد الكريم عبد الكريم عبد الكريم تفضل وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته معك عبد الكريم من المغرب مرحبا وسهلا منين عبد الكريم شو من مكان شو من مدينة محمدية محمدية ماني عارف واش عارف سؤالنا ولا لا لا ما عارف السؤال سؤالنا هو اللي يقول ان الصحراء مغربية قبل 75 يعطينا باش انا الصحراء اخي قبل 75 كانت محتلة قبل ما تكون محتلة كانوا فار اخوان الصحراء وراء مغاربة راهم باقين حاليين باقين فيها مغارب صحراويين ما هم مغار هذوك صحراويين ما هم مغار علاش كيهزوا الراية ديال الوطن وكيقولوا عاش الملك ماشي مغاربة شمن راية يهزوا كيهزوا الراية المغربية شمن اين شمن سنة حاليا احنا ما احنا ما سولناك على حاليا احنا سولناك قبل 75 قبل 75 كان فيها المحتل اسباني وقبل 75 وقبل المحتل قبل ما يجي المحتل المحتل كان في 92 عام قبل وهذه قبل 92 كان في اخوان الصحراويين مغاربه كل قبيله كيعمروا كل قبيله كيعمروا اهلها اعطينا احنا شوف اعطينا التواجد المغرب المغرب المغاربه اعطينا شيء انت منين انت ما زرت منكم اسلحيه تقيت نو محمديه شاوي 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 اعطينا شي شاوي في هذيك الصحراء اللي تسموها انتم مغربيه قبل 75 اعطينا شي عبدي شي دكالي شي سوسي شي ريفي شي جبلي شي واحد من الجهه الشرقيه في المغرب كان في هذيك الارض شي قبر شي قبر شي مغربي شي قبر شي واحد من المحمديه مثلا قبل 75 اما هذوك الصحراويين هذوك الصحراويين صحراويين ليسوا مغاربه ما يعرفوا المغرب ما عندهم علاقه بالمغرب راه باقي عايشين في المغرب راه حاليا باقي عايشين في المغرب اخر راه باقي عايشين في المغرب المغرب جا في 75 حاليا الصحراوي باقي عايشين في المغرب حاليا باقي عايشين في المغرب الصحراويين جاهم المغرب في 75 واش انت تعرف بانه في المسيره شكون اللي جا في المسيره جاوا فيها كاع الشعوب جاوا فيها الدكالة عبده صيادمه شاويه كل شيء تجمعوا في المسيره ومغاربه مغاربه هي طبعا مغاربه ايه ولاش مشاو لهايك الصحراء خرج منها المحتل كيفاش خرج منها المحتل مشاو يباركوا لاخوانهم الصحراويين اللي خرج اللي حيد عليهم المحتل يباركوا لهم نعم مشاو داو لهم ترزيف تاعك مشاو رزفوهم مشاو يباركوا لاخوانهم الصحراويين بلادهم تحرر مشاو يباركوا لهم جمعهم الحسن الثاني مشاو يباركوا لهم في الكاميونه معلوم حسن الثاني راه من الشعب راه ملك ديال الشعب راه ضروري مشاو يباركوا لهم مشاو يباركوا لاخوتهم الصحراوي مشاو فرحانين ببلادهم تحرط وعلى خلاوهم 92 عام ساكن خلاو اخوتهم فما هذوك معتاب واحلين مع الصحراوي ما خلاهمش راه كان الدعم من المغرب وكان كل شيء من المغرب راهم الصحراوي مغاربه راه ما انتم اللي بتخرجوا كان المغرب في صار بتخرجوا الصحراوي مغاربه اش كان المغرب يدفع اش كان يدفع الدلاح بالتيخ شنو اش كان يدفع له كان يدفع كل شيء كان يدفع السلاح يدفع كل شيء السلاح شنو السلاح كل شيء كان كيدفعوا المغرب شمن سلاح كان يدفع اصلا هذوك اللي كانوا عايشين تما باش كانوا عايشين بالدلاح
دلاح المغرب، دلاح دكالة. ايوا تورا من سلاح، هو راه من سلاحك. تمام. تورا من سلاح ديال البلاد. على الموريطان دابا باش عايشين، اللهم موريطان ان عايشين كان، في بلاد اللهم المغرب. اللهم ان كان سحرا فابطله يا رب العالمين. اللهم ان كان سحرا. وتحياتي موريطانيين لك مالها؟ أفضل. موريطانيين مالها؟ مال موريطاني؟ أبي سيدي تفضل. اي ام دي اس ام دي اس تفضل. ام دي اس تفضل. زيزو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. جنرال استاذ الرادي، بس عليك لباس الحمد لله بخير وعلى خير الحمد لله ما الحمد شاء الله. لله. الله يسلمك. اللهم لك الحمد. مرحبا وسهلا. ما هو سؤالك يا الرادي؟ سؤالي هو شكون معانا من فضلك ومن منين؟ عبد العزيز من المغرب يعيش في إيطاليا. عبد العزيز من المغرب يعيش في إيطاليا. سؤالنا هو اللي يقول الصحراء مغربية قبل 75 يعطينا باش. تفضل. الصحراء المغربية. تفضل. الصحراء المغربية. بالنسبة للصحراء الرادي، بالنسبة للصحراء كان مستعمرين اسبانيول، ياك كيعيشوا فيها الصحراء، الصحراء تابعين للمغاربة. باقي الآن، حد الآن باقيين تابعين للمغاربة، كيعيشوا في العيون، في الداخلة، في القويرة، في النواحي القويرة، كيعيشوا في الأماكن الصحراوية اللي هما مغاربة. ولا لا؟ ماني عارف ماني عارف. انت المهم احنا أنت عارف. سولناك انت احنا سولناك وانت جاوبنا، لو خلي الناس يحكموا عليك. المهم انت رانك انت عارف راسك بان هذا الشيء اللي تقول راه الناس تسمعك وتشوف اذا كان كلامك معقول ومنطقي، وراهم لا يقول لك راه فعلا واحد منطقي. واحد سؤال. ما كان شنو منطقي، العالم ديال ما اللي كان كان منطقي، الصحراء؟ ما كان منطقي، ما كان منطقي، واخا راه ما منطقي. نجاوبك شوف انت الرادي، درك انت انا غادي نجاوبك الرادي، نادي نشوف شوف نادي اسمعني نجاوبك. انت كون بعد شوف شوف اي واحد منا اعطاه الله سبحانه وتعالى واحد العقل في راسه، هذاك العقل هو اللي يميز لنا الامور، هو اللي يدينا هون ويدينا هون ونستعمله، اعطاهنا الله باش نستعمله. هذيك الارض اللي يقول لكم قال لكم بانها مغربيه، واش انت في نظرك دارك فيها واحد الاستعمار اسمه الاستعمار الاسباني، فوت فيها 92 عام، شنو خاصك تقوم به ضد هذاك الاستعمار؟ تحاربوا، الدفاع على بلادك. حاربوا. ها واعطيني اذا كانت هاي الارض مغربيه قول لي هذيك 92 عام شنو قام به المغرب؟ اثنين وتسعين عام ما عنديش شي فكرة اللي هي، ما عنديش شي فكرة اللي هي غادي نقول لك عليها بأن الصحراء بلادهم هذه. اش من العالم كان عندهم هما؟ إذا كانت هي بلاد، اش من العالم عندهم؟ اش من العملة كانت يستعملوا هما في ذاك الوقت؟ اش من كانوا العملة لا كانت قبل يستعملوا؟ كانوا العملة ديالهم والعالم ديالهم، اش اللي يقول لك اش خدام اللي تخرج هذه كانوا العالم؟ لا ما كانت عندهم العملة، ما كانت عندهم العملة، العملة ما العالم كانت ديالهم، العالم كانت عندهم، العالم كانت عندهم، كانت عندهم واحد الملحفة معلقين، واحد الملحفة يعلقوها فوق الخيمة. الو راه اش غادي تقول لي انت؟ تقول لي بانهم صحراء بلادهم هذيك؟
الصحراء بلادهم. هما لك هما لا كانت مغربية خاصهم يعلقوا راية المغرب، صح ولا لا؟ لا ماشي صح، مش لما خاصهم كانوا يعلقوا. كيعترفوا بان لا لما كانش كي هما بقى الان عندهم دابا بقى الان صحراوي اللي بوليزاريو ماشي صحراوي اللي عايش في المغرب، وانت منهم ترى كاين عائلة تما الرادي، انت عائلتك كاينه كاينه تما، كاينه ولا ما كاينش؟ كاين عائلتك اللي كاينه عايشه وبجنسيه مغربيه وكت ولكن شوف شوف نعم شوف شوف، انا سولتك على التاريخ، انا ما سولتك عني، انا سولتك عن التاريخ. مش يا عندك اخويا التاريخ؟ التاريخ لا في الوقت شوف اللي اسمع يعني اسمع 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 العالم اسمع كله اسمع 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 نعم اسمع، نعم شفت انا دراك، انا شخصيا نقول لك الصحراء مغربية ومتحدة، تقول لك شو هذاك شي تقول لها انت، تقول لها راه قال لها اللي راضي اللي راه قال لي الصحراء مغربية صح. يا اخي انا نسولك على التاريخ، واش انتوما طلعناكم 20,000 واحد، 20,000 واحد طلعناكم وعطونا الصحراء باش مغربية؟ ما نعرف، عطينا باش مغربية، كاين شي حرب معنا؟ انت كنت في التلفزيون ما... شريف شريف شريف، تعطينا باش هي مغربية؟ خليك مني، انا كنت في التلفزيون ولا كنت في المريخ، واعطينا باش مغربية؟ ما نعرف. نسولناك دراك، قلنا لك شنو هو المعارك اللي خدتوها انت باش تطردوا الاستعمار الاسباني من هذيك الصحراء؟ اعطيني شي معركة يا عبد العزيز، انت فين عندك البلاد في المغرب؟ أنا ستات، أنا بعيد على الصحراء ستاد. وبعيد على اوكي انت في ستاد، اعطيني شي معركة، اعطيني اسم شي شهيد مغربي طاح في هذيك الصحراء قبل 75. يا راد. إحنا في تقريتي ربما تكون السن ديالي ديالك السن ديالي أنا 65 في يا الزيد، أنا عزيز انا ما سولتك عن السن، التاريخ ما قررناه يا انا راد، سولتك، التاريخ على الصحراء انا ما سولتك قررناه. وقراوك ولا ما قراوك؟ قول لي ما نعرف، قول لي ما نعرف، اش تقول انت لي انا ما ترد قراوك؟ البلاد، قول لي انت انا شنو العالم ديالهم، العالم ديال الصحراوه، انا ما العالم ديال العالم انا الصحراوه. ما لقيت شهيد، ما لقيت شهيد، بحثت على الشهداء ما لقيت عندكم شهيد قبل 75، ما عندكم حتى شهيد اليوم، هذوك مساكن اللي مشاو بعد 75 اداهم الحسن الثاني باش يموتوا في الصحراء الغربية مساكين، ماتوا ظلما وعدوانا، ما داو ما داو لا شهادة لا لا شيء. الشهداء هذوك الشهداء لا على بلادهم. الشهداء يا اخي، شوف لا شوف اسمع لي شوف اسمع لا لي شوف الراجل، انت شوف اسمع لي واسمع الفريق. واسمع فكر واسمع فكر واسمعني واسمعني اسمعني، شوف الشهيد، نعم الشهيد هو اللي دافع على ارضه، هذوك اللي ماتوا في هذيك في 75 الى يومنا هذا مشاو التحقوا بالجيش المغربي، عندهم ماندا في الشهر، عندهم بحال ماندا في الشهر، وهذيك الماندا في الشهر هي مقابل ارواحهم باش يموتوا على واحد الارض، مشاو لهذيك الارض. شوف شي جابوه من سطات، شي جابوه من زاكوره، شي جابوه من برشيد، شي جابوه من خنيفره، شي جابوه من زايان، شي جابوه من كذا، ومشى لهذيك الارض. ذاك اللي صحراوي هو في هذيك الصحراء ومات على هذيك الارض، هذيك ينقال له شهيد باسكو هو في ارضه. اما اللي جا في الجزائر وجاي خدام عند الحسن الثاني يتخلص في راس الشهر، هذاك ما يعتبر شهيد لانه مات على واحد القضيه مطروحه عند الامم المتحده كقضيه تصفيه استعمار. واش انت في نظرك هذيك الارض تحرت؟ حاليا تحرت ولا؟ حاليا واش حاليا واش حرت؟ تحررت، تحررت حاليا تحررت، والملف جميل. والملف والملف سحب لا الملف خل... ديالها واش سولتك لأخير. انا تحرت؟ واش سولتك انا لا تحرت؟ خليني من الملف، انا ما تكلمتك على الملف. نعم نعم بس كل ملف كاع اللي جيت لي تقول لي الملف، نقول لك انت انت قالوا لكم اسحب الملف، انت قالوا لكم اسحب الملف، هذه شي تقريبا شي اقل من سنة قال انا الملف ديال لا شهر لا ش... الملف لا ديال شهر الصحراء لا شهر. نهائيا تحب الملف نهائيا، ها اذا الملف شوف ديال الصحراء تحب سحب سحب كل شيء، شوف كل شيء، شوف سحب وكل شيء في الصحراء انتهت، والسلام عليكم، كل شيء كمل صح. ولكن شوف 75 مشى بكم الحسن الثاني وداكم هايك الصحراء الغربية وحطكم عند الطاح وصوركم من هون ومن هون وردكم وقال لكم راه صافي حررناه، ومشى قسمها مع موريتانيا، عطى منها واد الذهب لموريتانيا، فوت فيه موريتانيا 4 سنوات وتقاتل الجيش الشعبي الصحراوي اللي انطرد موريتانيا، وقبضتم مولي كذلك واد الذهب، ودخلتوا الحرب وتميتوا في الحرب من 75 الى 1991، وماتوا لكم من الجنود اكثر من 30,000 جندي مغربي، والملف انتهى، حرات الصحراء كيف ما يقولوا لكم. وجاء
ودخلت مسلسل الاستفتاء وفوتت فيه الآن بعثة المينورس 32 سنة، وحدد الناس اللي يصوتوا في الاستفتاء، وانت مانك معاهم، والمغاربة مانك معاهم، والملك محمد السادس ما يصوت في الاستفتاء، والأميرات ما يصوتوا في الاستفتاء، ومغربي واحد اللي موجود حتى في الصحراء الغربية ساكن فيها من 75 ما يصوت في الاستفتاء. ولا يومنا هذا ما زالت الحرب، وسحب الملف وانتهت المشكلة، وجايين تقول لي كيف انا ما واش انتم تفكروا ولا ما تفكروا؟ انا هذا هو اللي بغيت نسولك يا عبد العزيز، واش انتم غادي ما تفكروا؟ اسمع لي، اسمع لي يا غادي، اسمع لي يا غادي، الله يحفظك. واش انتم باقي عندكم امال زعما غادي ترجعوا الصحراء وتقسموا المغرب على جوج؟ واش انت و مغربي يا صاحبي تقسم المغرب على جوج؟ و تعطينا تعطينا و تعطينا عبد تعطينا العزيز، تصريف عيش يا عبد فقط العزيز، يا عبد من العيون العزيز، وفوق، وانت مغربي وهذيك ما هي وترميها أرض ترميها مغربية، انت وهذيك ما هي أرض مغربية، وما هي أرض الرادي مغربية؟ سولت واحد السؤال واش يعني انتم الان اسمع بتاع اسمعني اسمعني كوب. ولا نعم ينزلك وصاف، لا اعطيك واحد ينزلك وصاف، سؤال لا سؤال ينزلك وصاف، سلم عليك لا واحد ينزلك السؤال وصاف، لا ينزلك ده خارج شوف على انا نسوي لك، شوف لا احنا ما عندنا خارج، شوف الساعه اللي ان شاء الله نبغي نخطب من عندك، الساعه اللي بغينا نخطب من عندك نعدل لك واحد اللايف، وانت مصورني شخصيا وقول لي ايش عندك وشحال تخلص وش كنت تعدل في حياتك ولماذا، وتحاسب معايا لا يا اخي. انا نطرح عليك، انا هون انا نطرح عليك، انا شوف انا نطرح لا انا نطرح عندك واحد الموضوع عام ونقول لك واعطيني فيه الحجج، تقول لي انت وانت وانت كنت، ويا اخي انا حور، انا راه ولدت حورا، رادي ترى ما عندك، شوف اعطيني دقيقة شوف اعطيني اسمع دقيقة شوف وشوف اسمع اسمع شوف، انا محمد السادس ما يتحكم فيا، انت ما تتحكم فيا، امي ما تتحكم فيا، انا يتحكم فيا راسي، انا بغيت الان بغيت نعدل اللي بغيت في راسي، ذاك انا حر فيه. انت يا اخوي انت ماك حر، شنو يعدل لك؟ لا اله الا الله. وانا ما ناقشك انت كشخص، انا ناقشك عن واحد الافكار اللي انت تامن بها، قلت بانه الصحراء مغربيه، باش بالله عليك انت قنعت نظرك بان الصحراء مغربيه؟ الصحراء المغربية 100% 100% باش باش ومازال غادي ومازال فوق باش الشوايه، الصحراء الشرقية باش فوق باش الشوايه الرادي، على باش عينينكم ولا عينين الجزائريين، فوق الشوايه محطوطه فوق الشوايه، غادي نشدوها بأي طريقة، واحدة واحدة نرجعوا الصحراء الشرقية. وانت الرادي كنت خدام في الإذاعة، كنت كتاخذ جوج خرصات، خرصة لا 10 10 10 للدولة. شوف لا كنت لا شوف كنت شوف كنت اسمعني اسمع سمعوك اسمع سمعوك واسمع اسمع واسمع 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 منها منها واسمع 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 يا اخي نعطيك واسمع يا كنت عندكم اسمع منها، لا انتوا حول ولا جوعتونا، انتوا الصحراوي جوعتوا المغاربه الداخل، جوعتونا جوعتونا، انتوا اللي جوعتونا اللهم ان وطلعتوا كان السحر فاقد على كان الخطاب اللهم ان كان بالسنين السحر من فاقد 200 يا ريال رب العالمين، كتحيد اللهم ان كان 200 كتحيد 2000 اللي غتدينيكم انتوما باش يخلصوك انت وعائلتك، هادوي لا باش حول يخلصوك انت وعائلتك وما يا تخدموش دوي يا دوي، لا حول ولا قوة السلام عليكم. السلام، انا كانوا يعطوني 10 مندات، 10 مندات في الشهر. السلام ولا عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. الله يجزيك بخير، بغيت غير واحد السؤال، عرفنا براسك المغربية واش عندك شي عرفنا ولا براسك كنت على بي عرفنا براسك عرفنا براسك نعرفك على نعرف على راسي يا اخي، جندي مجاهد كان في الصحراء. سمعنا، شوف يا اخي راه عندك مشكلة في الصوت، عندك مشكلة في الصوت، عندك مشكلة في الصوت. الله يجازيك بخير، معاك 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 سيد دحمان ولد على احمد، واحد السؤال الله يجازيك بخير، قول حيت سمع رانا مالنا سامعينك يا اخي، سمعتك سامعين سمعتي دحمان، سمع اسم دحمان يا ولد دحمان، الناس مساكين لا يسكت لهم القلب على هاي الصحراء الغربية، مساكين لا حول ولا قوة الا مساكين دحمان، اش مساكين هم اعطوهم انتم اعطوهم طشة من هاي الصحراء الغربية وانهم مساكين راهم
لا حول ولا محمد علي، محمد علي السلام تفضل. عليكم. والله وعليكم اخويا، السلام. وعليكم السلام. والله والله العظيم امر مضحك جدا 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 نسمع الى محمد علي من فريده. الجزائر. اخويا نعم، على سبيل المثال قال لك جوعتونا، يعني انتم ما جوعتوهم، هذه هي اللي أو ها ها احنا قاعد احنا شوف غزيناهم، شوف غزيناهم وكنا لهم مساكين رزقهم وشردناهم وفدنا في اموالهم كامل وديناها بنما وسويسرا، حطيناها مخزناهم في البنوك وشرينا قصر على حسابها على ظهرهم هما في بارك الله الشونزيليزي. صح. ألا يدرون باللي في الأزمة قاع اللي ضربت العالم نتاع كوفيد، اللي الأميرة تاع الملكة تاع لونجلتير كانت حابة تشري، ماشي كانت حابة تشري، ودوموندات للبرلمان الإنجليزي وما قبلولهاش، باش كانت حابة تشري نو ترميم اليخت، ترميم اليخت عفوا خويا محمد، كانت دير حابة دير ترميم اليخت ورفضوا لها البرلمان الإنجليزي، حينما نتاعهم اشترى قصرا بفرنسا بأموال عادي، ما يدوموندي حد تسمى كلش تاعها راك فاهم، ودرك ولا يا اخي نديروا هاد الصحراء واكلاوكم، الا ما دوموندوش ديريكتومون، هبطوا خويا دوموندي، قال خويا كليتونا، لا 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 محمد رسول الله، خويا عطيونا رزق، قاع ناكلوا ولا قاع نموتوا، ما فهمتش والله العظيم بعض العقول، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما لكم الجهل، كيف هو الجهل يا تحكمون؟ أخي، هو محمد علي راهو الجهل، راهو أصعب مصيبة يبتلى بها الإنسان هو يكون جاهل، يكون صحيح جاهل يصدق أي شيء، وهذا الشعب، هذا الشعب يكره الحقيقة، هذا واحد الشعب يحب الكذب، شفت الآن لو تعدى له لايف الكذب يقولوا المغرب زين وكل شيء زين والصحراء مغربية وكذا، راهو ليتم الجهون ويغدك عليك في الكلام الجميل والمعسول، ويقول لك حتى إلا بغيت، واش بغيت زوجتي؟ تفضل هاك زوجتي قاعد بغيتها هاك، ولكن لا الساعة اللي تقول له الحقيقة، الساعة اللي تقول له الحقيقة يعاديك، وأنت فاعل وأنت تارك وأنت كذا وأنت كذا يا أخي ختم عقلك شوي، ختم عقلك، الملف انتهى، قال لك كيف انه انتهى الملف؟ يا اخي ولعد انتهى الملف، او انتم ما قلتوا 75 حررتوا هاي الارض، ايه صح 75 راهي 48 عام هرك، وانتم ما حروها. مزلتوا انا تموتوا لهم. واحد الكلمه محمد خويا، لا الى حبيت تفضل. تفسرها لي، حبيت تفسرها لي وبارك الله فيك، اذا لقيتم الاسبان فعانقوهم وقاسموهم وشاركوهم والى اخره، واذا لقيتم غير ذلك فمش عارف واش ما محلها من الاعراب. راني انا ذكي وراني وضعت يدي مع الاسبان خلسة، وراني تآمرت معهم وراني نعدل بكم واحد المسرحية، وانتم الا جاب الله لقيتوا شي صحراويين في هيك الارض، واذكر راهم ما اعدائنا الحقيقيين، راه انا جيشي اللي يتكلف بهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. وقول لهم في الخطاب انتم ستذهبون لمعانقة اخوانكم. بالله عليك شفت شي فيديو انت دخلوا فيه هذو المغاربه على الصحراويين وتعانقوا معاهم؟ قالوا الحمد لله انكم جيتوا تحررونا وسلموا عليهم ودخلوهم خيامهم. ما كان، لا يوجد فيديو واحد، العكس كاين فيديوهات المضرقه والقصف والنابال، ولكن هذا الشعب يا اخي سطح تسطيحا، هذا الشعب يا اخي والله انا احار في عقلي، ونقول كيف هذا الشعب يعني جاهل لهذه الدرجه وحامل هو الأفكار، والآن محمد السادس راه يتنعم بالخيرات، وهذا اللي عايش في إيطاليا راه مفرش شي كرتون في إيطاليا ويقول لك الصحراء مغربي. لا 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 محمد رسول الله، صح، صلى الله عليه الله، تشوف يا أخي محمد راعي. رب اسمح لي العالمين. قاعد اسمح لي فقط نشترك معك فيديو، تفضل فيديو تفضل البارح، تفضل. هذا فيديو البارح، فيديو النساء في شوارع الرباط يظاهروا على حقوقهم، أرامي الجيش. انت راك عايش، راك عشت في المملكة محمد، ماشي واحد اللي ما يعرفهم في صح، شوف شوف ها مسكينة البارح الفانتكار قطعوا عنهم، تقاعوا أزواجهم كانوا في الجيش، كانوا مع الحسن الثاني، هادو أرامل، هذو أرامل الجنود المغاربة اللي كانوا مع الحسن الثاني في الصحراء الغربية، هذو اللي راهم محوطينهم، هذو اللي راهم وراهم، هذو العصا، الشرطة أصحاب العصا، نعم أصحاب العصا، وليات رفد عليها العصا،
ايه ما شكون ما عندهم شكون اصلا ما عندهم شيء يقدمون لهم. نظام عاجز، نظام محمد السادس عاجز، واقف هو. ليس لانه لا يريد حل هذه المشاكل، ولكن ما عنده ما يقدم. هو ياخذ من الاموال يمشي يشتري السلاح، ياخذ من الاموال يشتري السلاح، ياخذ من الخزائن ويمشي يشتري السلاح باش يقتل الصحراويين، ويجيك واحد يقول لك الموضوع انتهى ويقترض لك. سبحان الله، والله العظيم يا اخي محمد كريم، اشوف رب العالمين سبحانه هو الذي كما اقول دائما امرنا بالصلاه والصيام وايتاء ذي القربى وحج بيت الله الى اخره، ولكن اول شيء عندما بدا بكتابه الحكيم ما قالناش اي شيء من ذلك، ولكن بداه ابتدا باقرا. ثم الواحد اللي ما ينورش عقله، ما يقراش، ما يفهمش، ما عندوش علم الكتاب، جامي توصل معه الحل، جامي. سبحان الله العظيم، يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هذه مشكله كبيره. وقال لك العدو الجاهل عدو نفسه قبل ان يكون عدو لوطنه او لاهله. هو شوف، الشعب الصحراوي ما كان يوصل لهذه المكانة لولا التعليم، لولا اهتمامه بالتعليم. الشعب المغربي ما كان يوصل لهذه المستوى إلا لأنه ضيع التعليم. صح يا أخي، ماذا تنتظر من جامعة؟ وأنا أحدثك بحجة والدليل، ماذا تنتظر من جامعة يطلب فيها الأستاذ من طالبة أن تمكنه من نفسها إذا أرادت النقط، وبعد أن يقضي مآربه أن تمكنه من أمها، وتقبل البنت وتقبل الأم؟ لا إله إلا الله. ماذا تنتظر من هذه الجامعة في المغرب؟ الله يعجز اللسان عن التعبير أخي محمد. لا إله إلا محمد رسول الله. وقبلت البنت وقبلت الأم، والأستاذ عوقب بسنة واحدة سجنا بعد أن تسربت هذه التسجيلات. المعلومة. يا أخي وناصر الزبسافي 20 عام، وبوع توفيق بوع 15 عام، والمظلومين اللي كتب تدوينة في الفيسبوك يمشي للحبس، ويتيك وقشك هذا واحد جاهل جاهل، ما نعرف كيف وصل إلى إيطاليا، حرق والله ما عرف، دخل في شي غابات في أوروبا الشرقية وباع واعتدى على والدتي حتى تجمع له 4,000 أورو ولا 5,000 أورو باش يحرق، ويمشي لك لإيطاليا، وبعد ذلك يطلع عنك أنت في اللايف ويمارس عليك أنت البطولة والشجاعة، يقول لك وأنتم اغتصبتمونا وأكلتمنا حقوقنا وأنتم كذا. يا أخي، بعد أن التفت إلى ذلك الدكتاتور الذي نهب حقوقك، رأى هذاك محمد السادس هو الذي نهب حقوقك، وهذا الشعب الصحراوي الموجود في مخيمات العزة والكرامة، من لا دفعه إلى اللجوء؟ ألا أرضنا والصحراء وإخوتنا وأنتم إخوتنا، وبعد ذلك يقول لك أنتم مرتزقة، وبعد ذلك يقول لك أنتم قطع الطرق، وبعد يقول لك أنتم سرقتم ثرواتنا، وبعد يقول لك أنتم إخوتنا. يا أخي البضع، أعطينا على الأقل خطاب واحد، قلنا إحنا أخوتكم. والله ما نخوتكم، إلا عندنا أخوتكم، أرى كاين الأخوة عندها واجبات، واجبات أن تقول الحق. شوف مغربي واحد اللي طلع قالنا الحق من أصل 11 تقريبا، واحد. وحتى لو زعما قال الحق سوف ينعتونه بالانفصالي والعدو للوطن. جزائري قالوا أنت جزائري أو جزائري. أي ما يقول عندنا واحد لمثل يا محمد، يقول لك اللي فيك يا وليا مسحي فيا أو رضيه فيا. فاهم؟ نعرف حقه. هذا كي يقول لك الاعلان اللص يعتبر الناس كامل لصوص، والكذاب يعتبر الناس كذابين، والصادق يعتبر الناس كامل صادقين لانه ما فيك يدلك على الناس. صحيح. والله اخويا محمد، على بالك كثير من الاشياء ما كانش على بالنا بها، ما كناش نسمعوا بها كاع تماما في قضيه الصحراء الغربيه، والحمد لله مع اسما شغل تنورنا. أنا أعوذ بالله من قولة عبد ربي الضعيف، نبغي نسمع من الصديق والعدو. أكيد. ربي يحفظك كريم خويا، بارك الله يطولك. مشكور جزيلا لك محمد علي، جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام والله، مرحبا وسهلا والله، جزاك الله خير. عفوا. السلام عليكم. وعليكم السلام، يا كريم باي. مرحبا وسهلا، ما شاء الله. وسهلا، ما شاء الله. حاكم تماك لبس. ما شاء الله، الحمد لله. بخير وخير الله. بخير وخير الله. شوي ضعيف شوي عندك. شوي ضعيف شوي عندك والله. سامعني يا رب. الصدى والله. الصدى والله حاك.
سامعني يا غالي؟ ايه ذاك سامعك حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله أنا تعالى وبركاته. أنا امرأة بخيرت والله، مرحبا وسهلا والله. من بخير موريتانيا؟ حالك يا كريم؟ ما شاء الله. نعم أنا من موريتانيا من نواكشوط. مرحبا وسهلا ومني بيك والله، مرحبا وسهلا. قصرت معك برا شوي سابق ذهي ثاني مرة. ايه ومني بيك والله، مرحبا وسهلا والله، مرحبا وسهلا. الله يوفقك. بيك والله. أو أنا بقيت تنعق. سمعتي جزء من هاي المداخلات؟ تفضلي. نعم بقيت نعقب على كلامك تو الأخ اللي سابقي، قضية الجهل. شفت مشكلتنا في مجتمعاتنا العربية والإسلامية خاصة، معظمنا أمي ويتلقى تعليم ولا من الشخصيات الكبار في المجتمع هي اللي يسمع منه ويطبق ذاك اللي تقول، خاصة العلماء أو الدعاة بين قوسين، فاهمني؟ وهاي مشكلة نحن في المجتمع العربي نعاني منها. لذلك أنا دائما نطلع مع أي حد صحراوي مع أي رجاش والمركز على الرد على هذا النوع من العلماء. كيف مثلا الدكتور راقب السرجاني، هو قاع ما هو عالم، هو دكتور أصلا طبيب بشري، و يعني مرة تجبره يتكلم في الدين ومرة في التاريخ، ما تعرف هو تخصصه شنو، مسموع منه خاصة في المشرق. وأنا دايما كنت أتابع يعني فيديوهات ومتابعة أخباره كاملة، هو وياسر من الدكاترة مثال، دائما عنده مغالطات تاريخية فادحة، يعني خاصة في قضايا المغرب العربي هنا تياها، بالأخص قضية الصحراء. أنا شفت له فيديو قاعد يعني يقول لك للأمانة لأن الصحراء هي أرض مغربية وأنه يشهد بهذا لله. كان زين عندي انك انت ترد لي والله الدكتور والله يا والله 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 الدكاترة، حق تعد تطلبوا معاه تصنع. مناظرات تردوا عليه ذوق، وهب رد واعي ذوق بأسلوب علمي يبين الحق من الباطل، خاصة انه هو مسموع له، حد رد عليه يا هي يعني أكيد يزيح حق لا يزور أمة والله. كبيرة ويوضح ياسر من الأمور من المجتمع. مثلا أنا مرة وهو قاعد يقول لك موريتاني وجزء من والله الصحراء ما الشرقية في الجزائر والصحراء الغربية، ها كامل كان أرض مغربية والمستعمر هو اللي قسم، يعني جاهل تاريخيا ذي الأرض، ما المغرب قاع ما كان خارج، كان خارج ليش قالوا المغرب الأقصى، هو عبارة عن مراكش وفاس، حتى قاع مراكش ما كانت خارجة سابق الدولة المرابطية اللي هي أصلا دولة موريتانية موريتانيا والله صحراوية، والله موريتانية وصحراوية، لأن للأمانة العلمية أنا أكون إنسانة دارس التاريخ ما شاء وخريج الله. التاريخ يعني نقول الحق، هي دولة صحراوية موريتانية، غير التقسيم هو اللي على أساس اللي عدا المستعمر عاد منسوب الموريتاني بحكم على أنه لنا رجعوا للقبائل اللي عدلت الدولة المرابطية، وأنا نتكلم بالحسانية، مجتمعنا الحساني يفهم، خاصة جزاك الله خير. الصحراوي ينطلق من هذا المنطلق اللي هو طريقة واعية. المغرب تحاول تعدل على عفوا. أنكم ماكم مجتمع مثلا عنده تاريخ، لا كنتوا ذيك الأرض أرض هاي ولا عدتوا عندكم تشابه لغوي وعرقي مع موريتاني، لا ذاك شي من المجتمع ارتحل وجا الأرض هاي هي. هذه نظرية طرحوها وحدين ويقولوا إن يتراوي يلبقوا المرد، يعني إن يتراوي يتعمقوا ويقولوا لك أصلا قال احنا أرضنا ممتدة لين السنغال. اسمع أصلح حالك. يعني باقي المجتمع الصحراوي يوعى بهذه القضية، لأن ذي الأرض اللي هي أصلا نحن هم اللي الحق في المغرب، نحن هم اللي قبائل صنهاجة قامت من منطقة أوداغوست في الشرق الموريتاني، وهي اللي أسست مع قبائل الصحراء، ما حدنا كنا مجتمع واحد وأمة واحدة وأرض بيضان كاملة كانت ممتدة من عند نهاية كومبي صالح مملكة غانا إلى واد نو، هذه كانت أرض البيضان كاملة وعايشين فيها مجتمع قبائل تقود أنفسها. قامت الدولة المرابطية في أوداغوست، مملكة أوداغوست من قبائل صنهاجة مات، ومشات انتشرت ونشرت الإسلام في غرب أفريقيا وفتحت ذي الأراضي اللي هي وانطلقت ماشية وفتحت عقب ذاك المغرب، وكانت أول عاصمة للدولة المرابطية هي مدينة وينك الأخت الجزائر الثانية؟ مرحبا، ما أعتقد عندك مشكل في الصوت. أه
الوقت الموريتاني وقع له مشكل في الصوت. الله يجزاك الله خيرا على المداخلة، كانت مداخلة مميزة، كانت مداخلة مميزة. وينك الأخ؟ هناك أخ جزائري طلب جست. الأخ الجزائري طلب جست، نحاول نبحث عنك. إذن لنحاول. الخيفي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يا رب الليل. مرحبا بسالم. معك محمد أمازيغي حر. مرحبا بسالم. من برشلونة. مرحبا بسالم. مرحبا بسالم. أنا أحد أحفاد المقاومين اللي قاوموا من أجل المغرب الحر، ولكن أسفاه. تفضل. أسف أن 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 معاهدة إكسليفان ما عارفينهاش. هادو اللي راهم كيهضروا كيقصوا فيك، هاد المغاربة اللي واكلين كما نقولوا واكلين القديد، وما بغينش ما بغينش يعرفوا الحقيقة ديال المغرب. الله يهديهم. احنا سولناهم عن الصحراء الغربية، سؤالنا على الصحراء الغربية. أنا كما قالت الأخت الموريطانية، اسمح لي إذا قطعتك، تفضل. الصحراء الصحراويين ولا منازع، ما عمرك غادي تجي تلقى صحراوي مثلا ساكن في الرباط، ولا صحراوك عايشين في الصحراء منذ القديم. يعني بلا ما يجي شي واحد غادي يقول لك لا حقا ماشي مغربيه، كتقول لك اذا انت بالنسبه لك على انه هذا الشيء كامل يقول المخزن انه راهي الصحراء المغربيه والمسير وكذا، هذا غير تخربيط. اكديميزيك المخزن هو اللي دارها. اكديميزيك دخل البلطاجيه وهما اللي كانوا يقتلوا في عباد الله، كيبغوا يديروا السينما بان الصحراويين راهم داروا راهم فعلوا. هذه سياسه. ولكن شوف، الحق يعلى ولا يعلى عليه، والله سبحانه وتعالى شاهد وكاين. لان المخزن هو اللي كيسير كل شيء، اي حاجه تترس في المخزن، اي نفيلات امني، اي المخزن هو اللي ان شاء الله ما تمرتم. هما اللي دخلوا البوفه دابا خربقوا بها الشباب المغربي. هما اللي هبطوا الحشيش للصحراء وخرجوا على ابناء الصحراويين. هما اللي شرجوا حشك هذوك اللي ما يتسماوش وهبطوهم من العيون وداروا اكبر بورديل ديال سميتو في العيون. العيون الداخل المحتله. اش باش غادي موريتان راهي تعاني مسكينه الان. علاش؟ إذا سياسة. راه اللي ما باغينش يفهموا المغرب بأن المغرب غير مستقل. المغرب تدارت في معاهدة إكسليفان الحماية، أي حامية فرنسا، هذاك الفروج اللي راه ياكل تما فين، وهذاك راه موظف، أنا كنسميه موظف. علاش إسبانيا الملك مني خرج الفلوس وداها للسعودية، علاش قالوا لي خوي؟ دولة قائمة. أرض الإمارات. دولة قائمة بذاتها، دولة عظمى، مكينة ديمقراطية. حنا شريف القصورة ويجوا. يعني وبالنسبة لك أنت هذا الاعتراف الإسرائيلي وكذا، إسرائيل قال لك. أعوذ بالله، قال لك لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. وهذيك راه فرنسا هي اللي مصيفطاهم باش غادي تعترف بهم بالله اللي يكزيلك. حيتاش باش اعترفوا بإسرائيل. الإسرائيليين فين كانوا في الأول؟ كانوا في الإنجليز. وهما اللي كانوا شادين الاقتصاد ديال الإنجليز، وهما اللي فضلوا. كانت المغرب هي اللي غادي تكون، كانت خسرت المغرب وبغاو هذيك البلاد ديالهم، حتى جيروساليم هذيك ديالهم هما كانوا فيها أليبوك، حطوا ديالهم تما. دابا راه ولاو باغي يفرضوا الجنسية، قال لك أسيدي خصهم يشدوا الجنسية، ومنين غادي يشدوك الإسرائيليين الجنسية ويجاو للمغرب؟ تقدر تهضر معاه. ودابا هما انا عندهم فوفار، دابا راهم يخصوا ليهم البوليس يتساراو بهم المغرب معززين المكرمين، ومن غادي يجيك بالجنسيه ويقول لك انا مغربي بحالي بحالك، تقدر تهضر معاه؟ ما تقد. والسيد غادي يجي ويجيب فلوسه. ودابا وراهم دابا بالمحافل ديالهم كيجيبوا لهم النص ديال الامن وكيحطوا لهم تما. يعني باش تعرف بانك المغربي الى هضر كياكل عصا، واليهودي اللي غادي يجي غادي يفرض راسه وغادي يولي الديور ديالهم. دابا في طنجة، أيه. طنجة خواو عباد الله من المدينة القديمة، جاو دخلوهم عطيهم الصنادق، واحد ساكن حياته كلها تما من جدو، خرجوهم حقا ما حقا الأملاك ديال اليهود.
راجعين كيشدوا بلايصهم عاوتاني، واللي هضر غيمشي للحبس. والله ان شاء الله يفرج على الشعب المغربي ويخرج من هاي المغاربه. المغاربه كمونيين، كمونيين. علاش؟ ملي تجي تهضر على الحق تينقزوا واحد ثلاثه. الى هضروا على الحق يدوهم الحق، يجوا حق يدوهم الحبس وثاني يخافوا. راه شوف، راه شوف، راه كل شيء باين بلا ما نغطيو الشمس بالغربال. جزاك الله خيرا على كلمات الحق. والله جزاك الله خيرا، الله يحفظك ان شاء الله. انا خرجت من هذيك البلاد، خرجت منها ماشي خوفا ولا تتخاف يضحيوا بك. انت مشروع معتقل، مشروع سجين والله، مشروع شهيد. حيتاش واحد اللايف كنا هضرنا فيه انا وشي اصدقاء، قال لك غادي يولي الحبس في المغرب بحال الا ما دوسيش الحبس راه ما دوسي والو، مالك غادي يردو يوسخو لك ديك، ما تبقاش عندك ديك لا شيء. حباس الجميع عنده الحبس على ولكن ما هو على سرقه المال، عم سرق المال راه حرار طلقك عم يتكلم. هما كاتبين عليه في الجرائد ديال وكيل العام، نائب وكيل العام ديال طنجه، هو هرب. شدوه بسميته، تشد باختلاف بسميته بالرشوه وهرب. يلا علاش هذاك الا مشاو يشدو غادي يتقيا وغادي يدي معاه واحد هذه كل شكايه. اللهم اهرب. اول جزاك الله خيرا اخ محمد، الله يجازيك ودي اخويا ربي يبارك فيك. كذلك الله يجازيك، الله يخليك معزيز عليك اخويا، الله ينصرك كذلك ان شاء الله، الله ينصرك على الاعداء. وحنا شوف حنا ديما مع الحق. اكيد والله، اكيد اكيد الحق منصور. الله والله ياخذ الحق في اللي شوف، الله ياخذ الحق في اللي كيادي ولاد عباد الله. الصحراء انا راه بطليها، مشيت لقليميم، قريت في قليميم عامين في دار الصحراء في سيدي باب الصحراء. مشيت لعند العائله ديالي الاسا، انا شوف انا كليت مع هذوك الناس طرف ديال الخباز، وتعاشرت معاهم ما شفت منهم غير الخير، ناس الكرم، ناس الدين، الناس اللي انا مشيت الاسا تبارك الله يقول ما تلقى حتى شي واحد في الزنقه، كلشي مجاي الجامع، ناس مهتدين، ولكن لا ما يبغيوش داكشي. يبليو عباد الله، يبغوا هذاك الشيء حق، يبغوا هذاك الشيء اللي عندهم، يبليو عباد الله بالدروقه ويخربوهم. علاش؟ حيت كاينه مصالح. تماما تماما. وهذه كاين هذيك المصالح راه ما يوصلش. اما هذو اللي كيهللوا دابا هذو في اوروبا اللي كيهللوا، كنعرفهم واحد بواحد، هذو كيشدوا ليتاوات كيتخلصوا وتيجيو يهللوا قدام ملي كتكون شي وقفه ديال الصحراء، ويجيو بدا يهللوا الناس كتخلص. كاين اللي كاين اللي دايرين لهم شهريات، كاين اللي كيقطعوا لهم البيات، كاين اللي معطي لهم داك لي سيباسي بحال الدبلوماسيين، كيمشيو يمشيو يديوه من مراكش يديروا حمام مساج ويتسراو في الوطيلات، كلهم تنعرفهم. هي الهلاله، هي الهلاله، ما كاينش شي واحد اللي عنده الكرامه اللي يهضر بكلمه الحق. على وي الزفزافي عيوم يعطوه في سميتو يغويو وهو ما بغاش. علاش؟ لان كيهضر على الحق اللي هو كيهضر على الصحه وعلى التعليم. واش ملي كتجي للمغرب وزير جاي بغى يدير السينما وتفضح، واش انت دابا جيتي 2023 وبغيتي تضحك على عباد الله؟ دير السينما كلشي اليوم حق، عارف كلشي اليوم عاد عارف الحقيقه، تضحك على عباد الله. خليو غير الريافه يبنيو بلادهم. والله جزاك الله خيرا والله الاخ محمد على المداخله، الله يحفظك ان شاء الله. والله شكرا جزيلا والله، امين ان شاء الله. مرحبا وسهلا والله، جزاك الله خير. مرحبا وسهلا، مرحبا والله، مرحبا وسهلا. آخر مداخلة الأخت الموريتانية، فقط حاولي ممكن تعودي مختصرة لأنني هنا غلق القست. والله جزاك الله خير. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم ما في مشكلة، كمل كلام. قلت لك أعلانها أصلا إلى نعود بناء على فكرهم هما. هذا نحن كانت دولة المرابطية سابقها، أرض المجتمع البيضان قايمة من عند مدينة كومبي الصالح في الجنوب الموريتاني إلى واد نون في الشمال، سابق قيام دولة المرابطية، وبعدها توسعت التوسع اللي نحن نعرفونه امتدت للمغرب والأندلس. اليوم المغرب مدعي ذي الأراضي كاملة بحجة الدولة المرابطية أنها هي اللي لها، فرضا ذي الكذوبة ينتقبلها لأنكم أنتم الدولة المرابطية. وهي شيء تقول للرومان اللي كانوا محتلين أراضيها السابق ذاك، إلى طالبوا بالأراضي اللي كانوا محتلين، شيء تقول هذا.
اليوم إلى قاموا الرومان وقالوا على أنهم هم المغرب أصلا، لهم أنهم هم بانيينها نعم وبنوها، بنوا بها قدر من المعالم الأثرية الحضارية، إلى قاموا طالبوا بها على أنها أرضهم. شنو موقف المغاربة تقول لهم حق. الآن؟ إحنا يلا نطلق من منطلقات دينية كوننا مادة مسلمة ونتفسر للحق، ومنطلق تاريخي واقعي ذوك ومنطقي. نفس الشيء تقول تركيا، هي تدعي المنطقة كاملة لأن هي كانت الدولة العثمانية كانت تابعة لا لها، الدول العربية كاملة عدا منطق المغرب. بايت هذا. المغرب الأقصى كان ما هو تابع لها، ما هو بسبب لأنه ما هي ما ترغب فيه، والله بسبب لأنه كان عميل فترة معينة للإسبانيا والبرتغال والغرب، وكان يدعمه في أن الدولة العثمانية ما تخش أوروبا من جهة المغرب، ياك يعني على أنها ما ينتشر الإسلام لها وتسقط أوروبا، تعود جايتهم دول العثمانية من جهات ثنتين، من المشرق هك ومن المغرب، وذا الشيء معروف. بالتالي اليوم يلا يعود الوقفة، وقفة ذكية حاسمة، دي بالضبط. الأبواق اللي هي الرد عليها رد علمي ذاكو، أنا شفته كما قلت لك مرات، يقول هو مسموع له خاصة في المشرق. نحن اليوم هنا في المغرب العربي قضايانا قد نعود نعرفه، هو اللي ساكت ضعفا، وحدين يعرفوا الحقيقة مرتزقة بايعين القضية ليش لمصالح أكيد معينة. يقر بالضبط. الناس في المشرق معظمها فايتوا حقائقنا نحن لا في المنطقة ما يعرف. اسمع، بالتالي والله طلبي منك إن شاء انك الله انت بإذن الله تعالى دكتور إن ميارة شاء الله تحاولوا لانكم دكتور راغب السرجاني تعدلوا معاه مناظرات، تطلبوها معانا في إن التعاراتها شاء الله لشباب صحراويين منهم مدراء مراكز إعلامية، طيب لأنهم يحاولوا يعدلوها، ولا رأيت بإذن الله أي تعالى إجابة منهم. بإذن الله تعالى إن شاء الله وطالبتها إن شاء الله منك إن شاء منين، الله خاصة لأنه كلمته اللي قال أنا نشهد شهادة للتاريخ وللأمانة على أن هي أرض مغربية، والبوليساريو بسبب إعلانهم شيوعيين ماركسيين ما يدوروا ينضموا حق للمغرب منطق حق الإسلامي. اسمع، ذاك منطق حق والله والجزائر طيب تدعمهم لأن شيوعية ماركسية، أيوة. والدول اللي تدعمهم اللي نفس الفكر، بالتالي هذا يلا ينرد عليه، زين ان شاء رد الله ذوك وتحضروا معاهم مناظرة إنني يجاوب ذوك وهو وندار النقاط على الحرف. ان شاء الله رحمة الله طالبتهم والله وكم ان شاء الله تعدلوا ان شاء من الله ناحية ذي جد. الأمور. هذا هي يلا يبين هنا تياها الأمور التاريخية للعامة، كما تعدى اللايف تطلع على الواقع يجي يتكلم يقول وراهم زين، يا قري الله تعدى اللايف تتكلم عن الواقعة التاريخية كاملة بوضوح تفاصيل للناس باش تعود واضحة لها. حتى أنا لاحظ حتى قاع نحن هنا في موريتانيا اللي نحن وانتم مجتمع واحد، ياسر من الخلق ما هو فاهم أن أصلا كنا أرض واحدة، وما هو فاهمها لا يسمعوا هذه بلاد تنقيض. بلاد تنقيض كانت ممتد انطلقت اللي هاي الأرض كاملة فترة معينة بسبب مدينة شنقيط، لأنها مدينة علمية وكانت هي أشهر منطقة ومركز علمي، انطلقت من عندكم بصالحنا وادن، وهذه كانت كاملة أرض بيضان ومجتمع واحد. جاء المستعمر الإسباني هو اللي فصل المنطقة، اقتطعكم انتم لهيه، وسابقة حتى المستعمر الإسباني قليل من الناس ما يعرف ان نحن كان نظام الحكم فينا نفس شبه القارة الهندية، كنا نظام أقاليم كل اقليم يديروه اهله. اسمع، في موريتاني كان موريتاني اليوم قديما سابق للاستعمار بلاد شنقيط كنا امارات، فينا امارات كل منطقه عندها امير اقليم هو اللي يقودها، وفي الصحراء كان في نظام آية الـ40 نظام قبلي، وهذا هو اللي كان حالنا، ما كانت في حدود، كانت لا زين اقاليم كل منطقه يقولون والله هذا. والصحراء الغربيه تك جت تسميه هذا التسميه تمييزا عن الصحراء الشرقية في الجزائر، يطلقوها جدادنا من قديم نزل عليها تمييزا عن الصحراء الشرقية في الجزائر، يقولوا لها زين الصحراء الغربية، من هنا جاءت التسمية. هذا الناس صح بيتها يلا يبين لأن مش كنا مجتمع واحد، وتمينا حتى الشيخ من العينين يا رحمه اللي أولاده والله أحفاده باعوا القضية وطبعوا مع المغرب، هو مشى مدافع عن الصحراء كجزء من أرض شنقيط، ما اختار يقيس الجزائر بلد مسلم يدافع عن عنه له ضد المستعمر ولا زين قاس مصر، اختار الصحراء لأنها جزء من أرض شنقيط، مجتمع البيضان ونفس الثقافة والعقلية، ويا قد يأثر هم تأثير أكبر. اسمع، زين هاي جزء الناس ما يفهمتوا، لذلك اختار ذيك المنطقة ومشى يدافع، زين ولا علي زي ما لا والميارة اللي الله يدافع عن والله والله أرض موريتاني هذا كان من معلومات كجزء من أرض زي شنقيط. لا عندي تليفون باتري شوي ايه انا لا لا باقي نوضح في المخطط للناس ان جزاك الله خير واضح والله والله ان كانت ارض ان شاء واحده الله مازلنا المستعمر هو اللي جا وقسم من شعور ارضي، وخطا لا مختار ان شاء الله الرئيس مازلنا ان شاء الله نطلع الموريتاني
به الى طاح اللايف. خطا المختار يا رحمه على انه الين انقسمت ذي الحدود خط تال فرنسا قام مرضى بها بذيك الصوره، والتالي تلم اللي يهم يحتال على القضيه بعد انه يتقاسم الصحراء مع المغرب ضد اراده الشعب الصحراوي والشعب الموريتاني بطريقه غير والله. شوفي الاخت الموريتاني حق جزاك الله خيرا، هذا كامل معطيات زينه وحنا زين عندنا نطرحوا يعني في ذا الكلام كامل ونوضحوه، وحاليا يعني لا خلينا التليفون ينطفى يضيع اللايف كامل. جزاك الله خير، هذا هو اللي مانعنا. والله غير ان شاء الله مازلنا نطرحوا هذا الموضوع. وضحتوه فعلا خطا على انه التقسيم ورضى بالحدود بذيك الصوره وماليني خلق ذاك اللي خلق. امين ان شاء الله. جزاك الله خير والله، يوني بيك والله. جزاك الله خير والله، يوني بيك حتى انت والله. تحيه لك وللشعب الصحراوي. تحياتي لك والله. امين ان شاء الله. امين ان شاء الله. امين ان شاء الله. شكرا والله. مرحبا وسهلا والله. اذا مشاهدينا في كل مكان نشكركم على الجيست، اعتذر على الناس اللي طالبين الجيست. ان شاء الله مره ثانيه نلتقي في لايف ثاني نطرحوا فيه اكثر، كان عندنا هذا مشكل لا باتري. تحياتي، مرحبا وسهلا والى اللقاء.